أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية المضي قدما في مسار التنمية بمحافظة عجلون والاستثمار في الفرص الواعدة بقطاعي السياحة والزراعة. وأعرب جلالته لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة عجلون بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عن اعتزازه بوجوده في عجلون العزيزة ولقائه بأهلها في قلعتها التاريخية. في عجلون ذات الطبيعة الخلابة التي تحتضن العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والدينية، حل جلالة الملك عبد الله الثاني بين الأهل والعزوة في المحافظة. وفي ساحة قلعتها التاريخية، حيث اللقاء الذي جرى بين جلالته ووجهاء وممثلين عن أبناء المحافظة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أكد جلالة الملك أهمية الاستثمار بالفرص الواعدة في السياحة والزراعة وضرورة المضي في مسار التنمية في عجلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الأهل والعزوة في محافظة عجلون، الله يمسيكم بالخير. كل اعتزاز أكون بينكم بقلعة عجلون، هذا المكان التاريخي والأجواء الجميلة. الحمد لله عجلون تتقدم بمسار التنمية وشهدت مشاريع كثيرة بالفترة الماضية. مشروع التلفريك زاد زوار عجلون، ولازم يكون نموذج للمشاريع الجاية إن شاء الله، وقدامنا فرص واعدة بالسياحة والزراعة. وجهت الحكومة، لأن أنا بعرف أن هذا شيء مهم جدا بالنسبة لكم، بدراسة إقامة طريق جديد إن شاء الله يسهل الوصول إلى المناطق السياحية وتنقل المواطنين. أيضا مهم الاستمرار في تنفيذ الخطة الشمولية لعجلون وتطوير البنية التحتية في المحافظة لجذب المستثمرين وتطوير المنتج السياحي لتوفير فرص العمل. أنا كثير فخور أكون بين أهلي، وتحياتي كمان مرة لكل الأهل في عجلون العزيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محافظ عجلون نايف الهدايات الذي هنأ جلالة الملك باليوبيل الفضي، أكد اعتزاز أبناء وبنات المحافظة بالإنجازات التي تحققت خلال 25 عاما الماضية على مستوى المحافظة والمملكة، وتقديرا لإسهاماتهم في خدمة الوطن خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي، أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في المحافظة. بشالخ رشا، التلفزيون الأردني، محافظة عجلون.
والمقيمين والزوار، لتكون وجهة للسياحة الزراعية.